انت والدك عراقي ووالدتك يعني الله يرحمهم اثنينهم لبنانيه، صح. شلون تعرفوا وشلون صار هذا الميكس؟ بفرنسا تخيل. والدي الله يرحمه كان يدرس دكتوراه بفرنسا، ووالدتي كانت صديق والدي ابن عم والدتي، فهي كانت هي وامها بيبيتي الله يرحمها رايحين زياره لفرنسا ليزورون ابن عمهم هو وزوجته وعائلته يعني. فسيارته عطلت، فخابر صديقه اللي هو ابويا قال له اريد عمتي وبتها جاييني من لبنان، فممكن تجي وياي نجيبهم من المطار. فجابهم وقفل عراق قفل. يعني قصه خياليه على بالي. يعني هو تعرف عليها من هناك ويعني انعجب بيها وظل تواصل، وبعدين راح لبنان طلبها من اهلها. شيء حلو. الله يرحمهم. الله يرحمهم طبعا.